عاد إليكم من جديد. أهلا متابعيني الأعزاء. الحمد لله، أول شيء الأمور بخير. التحاليل السابقة التي قلت لكم فيها كانت مجرد التهابات في المريء وفي المعدة، أما الآن الأمور. أود أن أتحدث معكم في هذا الفيديو عن التقنيات التي قمت بابتكارها مؤخرا. لقد وضعت ما يعادل 111 تقنية قمت بابتكارها في كتاب الذي غيرت اسمه، كان اسمه We are Stuck in a Locked Program على ما أعتقد. قمت بتغييره لاسم The Secret 111 Techniques and Teachings of the Master. قمت بتغيير اسم الكتاب به 111 تقنية. سأعرض لكم إحداها وهي الدوران حول الذات. قمت بتغييرها بعض الشيء. التقنيات التي سردتها ما يعادل تقريبا من الكتاب 400 صفحة. في هذه التقنيات يعني بدايتها شرح كامل. طبعا ما أقوم به الآن ليس إعلانا للكتاب، لأنني أوريدي أرسلته الآن لديور النشر الإنجليزية لمراجعته ليروا إن كانوا موافقين على نشر الكتاب أم لا. anyway، حتى إن لم ينشر سأعرض لكم التقنيات ولو واحدة تلو الأخرى، لكن أعتقد أنه سينشر. anyway، أحدهم هي تقنية الرقص والدوران حول الذات، وهي التي قمت بتغييرها وسأعرضها لكم في هذا الفيديو وكيفية ممارستها. طبعا فرضت أن تمارس هذه التقنية فقط أمام البحر لأسباب كثيرة جدا، منها ثبات القدم على الطين بالأسفل وعلى شاطئ البحر مع لمس المياه، وأيضا مروحة الذراع للخارج، اليد التي تمثل الاستسلام والذي التي تمثل العطاء، وسأعرضها لكم في أيضا في هذا الفيديو. هذه التقنيات التي سردتها تقنية تمارس منها فقط 5 أو 6، you are there، وصلت إلى النقطة الأساسية. لقد وضعت 111 لكي ترى ما هي التقنيات المناسبة لك لكي تختار منها. إن استخدمت 10 ممتاز، 5 ممتاز، إذا فتت هذا المستوى رائع، وإلى ما ذلك. أوكي، فدعونا أولا نتحدث عن لماذا تقنية الدوران والرقص اهتميت بها كثير. كثير من الأشخاص يظن أن العقل هو شيء أرشيف للدماغ فقط، وهذا أكبر خطأ وقع فيه كثير من الأشخاص لترجمة كلمة mind أو العقل. لا، العقل لديه كنترول على الدماغ وعلى الجسد. لهذا اليوم لا يعرف الكثير من الأشخاص لماذا لدينا البلاسيبو أو العلاج الوهمي كما يسمى. كيف يقوم العقل بعلاج الجسد، رغم أننا نعرف أن العقل كما هو معروف هو مجرد علاج أرشيف للدماغ فقط، بينما يعالج الجسد في نفس الوقت. وهذا هو الفخ الذي لم يفهمه كثير من الأشخاص. في الحكم القديمة معروف أن العقل لديه 16 بعد، 16 dimensions، منهم الأربعة التي أيضا سردتها في الكتاب، والتي أيضا سردتها لكم في أحد الفيديوهات سابقا إن تذكرتم هذا الفيديو. هذه التقنيات كلها بشكل عام تركز على كل شيء ربما تعرفه أو لا تعرفه، سمعت بها أو لم تسمع بها، فهمته أو لم تفهمه. بها تقنيات تركز على كل الأعضاء وكل أجزاء الجسد، وخصوصا العقل والفكر. سأعرض لكم الآن التقنية الأولى ولكي تشاهدوها ولكي تروا كيف تنفذها. هذه التقنية لا تنص على أي توجه ديني أو ما شابه، وإنما قد استخدمت هذه التقنية على مدار آلاف السنوات، وقد طورت عن طريق حضارات وأماكن مختلفة. فقمت بتطوير هذه التقنية لكي تلائم الزمن الذي نحن فيه والطريقة الصحيحة لممارستها. افتح يدك بهذا الشكل وكأنك مستعد للطيران. اجعل كف يدك اليسرى متجها إلى الأرض وكف يدك اليمنى متجها إلى السماء. قم بانحناء رأسك بشكل مرتاح على اليمين وكأنك مستعد لكي تضع الكمان الإنجليزي على خدك الأيمن، واستعد للدوران بسلاسة. كل شيء يدور ويتحرك،
قم بالتركيز على كف يدك اليمنى بدون أن ترمش عيناك بأي شكل من الأشكال. حرك قدماك بشكل عشوائي بدون أن تضعهم في أي تنشن. حركهم الاثنين بسلاسة مع الدوران. حافظ على الدوران في النقطة التي أنت فيها بدون أن تتزعزع. لا ترمش عيناك أبدا. اجعل تركيزك على كف يدك اليمنى وأنت تدور بهذه السلاسة. كل شيء يدور: الأرض، الكواكب، الشمس، النظام الشمسي، المجرات، الذرات التي بداخلك تتحرك. دور واجعل الدوران يعرج بك إلى الذات. دع العقل يسمو، دع الوعي يسمو، ودع العقل ينطفئ لكي تعرج إلى شيء ما بعيدا جدا خارجا عن الزمان والمكان. بعد الدوران لمدة 10 دقائق توقف فورا وراقب جسدك كليا. وإن وجدت مشكلة في ممارستها من البداية أو وجدت صعوبة في التركيز أو بالدوار، قم بالجلوس فورا على الأرض وراقب السماء بالأعلى، لأن هذه التقنية تمارس خصوصا على شاطئ البحر. تراقب السماء بالأعلى بدون أن ترمش عينيك وتركز على كل شيء حولك.